خلال افتتاحه خط غاز بين النرويج وبولندا، اعتبر رئيس الوزراء البولندي ماتيو موراوسكي تسرب الغاز من خط نورد ستريم عملا تخريبيا، وقال موراوسكي ان بلاده ترى بوضوح ان فعل التخريب مرتبط بالخطوة التالية لتصعيد الوضع في أوكرانيا حسب وصفه، دون أن يذكر أن لديه أدلة حول ما جرى بنورد ستريم. عبر تطبيق زوم من واشنطن معي الدكتور أميد شكري، مستشار السياسة الخارجية والجغرافيا السياسية للطاقة، وأيضا المستشار في مركز دراسات دول الخليج العربي. أهلا بك معنا دكتور أميد. بداية، يبدو أن لدينا إجماع هنا بين الروس والأوروبيين أن العمل أو ما حدث لخطي الغاز نورد ستريم 1 و2 هو عمل متعمد تخريبي، ولكن واشنطن لا توافقهما على هذه الآراء. لماذا برأيك؟ ومن له مصلحة إن كان هذا العمل تخريبي أن يتعمد إيذاء أو تخريب خطي الأنابيب نورد ستريم 1 و2؟ شكرا على استضافتي. السؤال الأساس هو من المستفيد؟ أود أن أعطيكم معلومات عن أزمة الطاقة الحالية في الاتحاد الأوروبي، وتعرفون أن أصحاب القرار في أوروبا تحت ضغط للعمل على مزيج الطاقة، وحاليا ليست هناك مصادر لهذه الطاقة البديلة. الأسبوع الماضي كان هناك محادثات مع السعودية وقطر والإمارات لإيجاد مصدر بديل للغاز للتعامل مع الوضع، والاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يكون وراء الأعمال التخريبية هذه، لأن الاتحاد هو الذي يواجه مشكلة أزمة الطاقة، وروسيا تبيع نفطها وغازها بأسعار أقل، والولايات المتحدة تدعم أمن الطاقة للاتحاد الأوروبي، وبالتالي الإدارة طلبت من صانعي القرار في أوروبا خفض الدعم على الطاقة الروسية. أما بالنسبة للوضع الراهن، أنا على الثقة أن الاتحاد الأوروبي لن يقوم بأي أعمال تخريبية بسبب أزمة الطاقة لديها، وموسكو أيضا يمكن أن تكون قادرة على القيام بأي شيء للاستفادة أكثر في الحالة الجيوسياسية، وهي أول مرة تستخدم الطاقة بما يؤثر على المساعدين. سأتحدث معك أكثر دكتور أميد حول موضوع أنه كيف يمكن للروس استخدام هذه الأزمة للضغط أكثر على أوروبا، ولكن أريد أن أشير فقط إلى أنه يعني الحادث بحسب ما تشير الصور والخرائط قريب جدا من مياه الإقليمية التابعة للناتو. كيف يمكن لروسيا حقا التعرض وإيذاء هذا المشروع التي هي أيضا جزء أو يعني كانت تروج له منذ البداية، أن تتعرض هذه الأملاك، هذه البنى التحتية القريبة من الحدود للناتو للخطر؟ كما ذكرت، يجب أن نعرف من المستفيد، وليس هناك أدلة بأن هناك أي أعمال تخريبية ضد خط الأنابيب من روسيا أو من الولايات المتحدة، ويمكن أن نرى أن روسيا تستخدم صادرات النفط للاستفادة أكثر من وضعها الجيوسياسي. وكما ذكرتم، موقع الأعمال التخريبية على مقربة من المياه الإقليمية وللدول الأعضاء في الناتو، وكما ذكرت فإن الناتو لن يستفيد من هذه الأعمال التخريبية، والولايات المتحدة حليفة للاتحاد الأوروبي وعضو في الناتو غير قادرة على القيام بذلك. وفي الأيام والأسابيع المقبلة يجب أن ننتظر التحقيقات الدولية
الدولية لمعرفة السبب الأساسي وراء الأعمال التخريبية. أما بالنسبة للوضع الحالي، يبدو أن روسيا هي التي تحاول أن تحافظ على الاحتكار وتأثيرها في أمن الطاقة والسياسة الخارجية، وهذا سوف يؤثر على سوق الطاقة في الاتحاد الأوروبي، وروسيا قد تخسر نفوذها في السياسة الخارجية والأسواق الأوروبية. دكتور شكري، ولكن يعني أعتذر عن المقاطعة، ولكن أريد أن أخذ منك أكبر كم من المعلومات. إن قلنا أن روسيا مسؤولة بشكل أو بآخر عن هذا أو التعرض لهذه الأنابيب اليوم، يعني هناك أيضا نظرية أخرى تقول بأنه إذاء هذه الأنابيب يعني بأن الدول الأوروبية لن تستطيع العودة إلى موسكو في أي وقت قريب للحصول على المزيد من الغاز، وهذا يسقط في مصلحة واشنطن وليس روسيا. الوقع في الولايات المتحدة بغض النظر عن الحزب الحاكم، فإن الحزبين يدعما الاتحاد الأوروبي والأمن، أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي الولايات المتحدة تدعم دوما أمن الطاقة في أوروبا، ولست متأكدا أن واشنطن لديها مصلحة في أعمال تخريبية ضد خط الأنابيب هذا. وثانيا، واشنطن تعرف مدى أهمية أمن الطاقة وتود أن تساهم في تعزيز أمن الطاقة والأمن القومي لحلفائها في المنطقة. صحيح أن الولايات المتحدة قد تصدر كميات أكبر من الغاز الطبيعي المسال وراء هذا التخريب، ولكن أنا لست مقتنع أنها وراء عملية التخريب هذه. طيب، يعني التحقيقات ربما ستكشف مع الوقت من سيكون أو من مسؤول عن هذه الأعمال، إن كانت عمل التخريب أو إن كانت فقط يعني حادث طبيعي. ولكن دعني أقول أو أسأل، هل هذه الأعمال ستؤثر كثيرا على أزمة الطاقة في الدول الأوروبية؟ المفوضية الأوروبية قالت أن هذا الموضوع لن يؤثر بشكل كبير، إلى أي مدى هذا دقيق؟ No, referring your question, as I mentioned. بالنسبة لسؤالك، فكما قلت فإن أوروبا تمر بأزمة الطاقة هي الأسوأ منذ عقود، والأعمال التخريبية اليوم أثرت على وضع الطاقة، وأوروبا قلقة بشأن الوضع خاصة مع قدوم الشتاء. وإذا كانت روسيا لن ترسل الغاز عبر نورد ستريم 1، نرى زيادة في الأزمة، ويؤثر ذلك على النمو الأوروبي خاصة في ألمانيا، ونتوقع اضطرابات في سلاسل الإمداد، وهناك جهود لبدء بخطوط الإنتاج، ونرى ارتفاعا في معدلات التضخم وحتى البطالة في دول مثل فرنسا وألمانيا. دكتور أميد شكري، مستشار السياسة الخارجية والجغرافيا السياسية للطاقة والمستشار في مركز دراسات دول الخليج العربي، كنت معي مباشرة من واشنطن، شكرا جزيلا لك.